يا مساء الفل على كل مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم القهوة. اخباركم ايه؟ كله تمام ان شاء الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا غيرنا المواعيد شوية، معلش مدوخينكم معانا شوية الصبح شوية الظهر، يعني عشان ما تحسوش بالملل شوية يعني. اتمنى يا رب تكونوا بخير، والنهاردة بإذن الله هتكون حلقة قوية جدا، معانا كذا فقرة. بس خلونا في الأول خالص قبل ما نبدأ حلقتنا، خلينا نتكلم. احنا زي ما تعودنا في الحلقات الأخيرة ان احنا بنتكلم في كل مرة عن صفة معينة أو خصلة معينة أو حاجة معينة ظهرت في مجتمعنا في الفترات الأخيرة، سواء سلبية أو إيجابية، وبنحاول نتكلم فيها وبنحاول نشوف حلولها إيه. النهاردة حبيت أتكلم معاكم كده وأفضفض في 5 دقايق مش أكتر عن موضوع مهم جدا. حبيت أتكلم معاكم النهاردة عن الرضا. موضوع الرضا وموضوع القناعة وموضوع إن أنا أكون راضي بقى قليل جدا جدا. مش عارف ليه الموضوع بقى مختلف كقيم كمبادئ، ان انا بقيت مش راضي او قانع باللي في ايدي، بقيت مش راضي باللي ربنا كاتبهولي او قاسمهولي، بقيت مش راضي بالوظيفه بتاعتي، بقيت مش راضي بالدراسه بتاعتي او بالمؤهل بتاعي او 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 اكل العيش بتاعي او 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 حياتي او اسرتي او 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 بقيت في بقى عدم رضا على 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 جوانب كتيره جدا من الجوانب الحياتيه. ده اسبابه ايه؟ ده اسبابه ان 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 احنا زمان بقى زمان كنا احنا بنتكلم ان الناس القديمه والناس اللي كانت ابهاتنا وجدودنا والناس اللي ربتنا على حب القناعه والرضا، كنت انت دايما تلاقي اسره مصريه بسيطه جدا، كان دخلها بسيط قوي قوي قوي، يكاد يعني ما يكفيش، يعني ما يزقهمش حتى النص الشهر، بس كان في رضا وكان في قناعة وكان في فرحة وكان في سرور في البيت وكان في صفاء للنفوس. تعالى دلوقتي بتلاقي الدخول عالية جدا، وتلاقيني مثلا راكب العربية الفلانية، لا 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 العربية دي مش مريحاني، أنا لازم أخد أجيب العربية الأعلى، برغم إن هي ممكن تكون خارج إمكانياتي أو قدراتي، بس برضو عندي عدم رضا بالعربية اللي عندي، برغم إن دي هتريح رجلي ودي هتريح رجلي. هروح مثلا كنا بناكل فول وطعمية وناكل حاجات أكلات شعبية وبتشبعنا، لا 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 مش هناكل ده، أنا عايز أكل مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، برغم إن البطن ما بتفرقش، والله البطن ما بتفرق، يعني كده هشبع وكده هشبع، لكن برضو في عدم رضا. دراستي اللي دخلتها بمحض إرادتي أكتشف بعد كده إن أنا مش راضي عنها. طب ليه؟ برغم لا لا هو مين بيشتغل بشهادته؟ طب اوكي تمام حلو جدا، انت ما بتشتغلش بشهادتك، لكن طور من امكانياتك، ادرس اجتهد اشتغل في كذا كارير، اشتغل في كذا حاجه، خد كورس خد حاجه، علم نفسك طور نفسك اقرا عشان ما تعطلش. هو انا يعني لو خريج هندسه لو ما اشتغلتش مهندس هقعد كده في بيتنا مش هشتغل؟ لا، طور بنفسك اشتغل وخليك راضي وقانع باللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك. لازم يا جماعه نعمة الرضا، نعمة الرضا بالطريقة دي بس هنحس بقيمتنا كبني آدمين. خلينا انا فضفضت معاكم بس كده في 3-4 دقايق في السريع على الخصلة دي، وخلينا نطلع فاصل ونرجع لكم مع اولى حلقات برنامجكم القهوة. استنونا. واحنا كنا بنتكلم على موضوع المواهب وموضوع الناس اللي عندها قدرات وعندها ابداعات خاصه موجوده بس محتاجه اللي بياخد بايديها سواء على المستوى الاعلامي او حتى على المستوى الاجتماعي. النهارده معايا موهبه قلما تجدها، يعني انا عن نفسي يعني وجدت في حد ان شاء الله باذن الله يكون نوال لحد محترم قوي جدا في مجاله. فن التشكيلي وسر من اسرار الرسم هيكون هنعرفه هيكون من خلال
احمد نجدي فنان التشكيل، اهلا بيك. اهلا بيك استاذ عون، ربنا يخليك. الحمد لله تمام، بخير تمام. بخير الحمد لله تمام. بص هندردش مع بعض في كذا حاجه، بس خلينا نطلع الفصل قليل كده ونرجع تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل معاكم باقي برنامجنا. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن موضوع الفن التشكيلي والرسم، وده اللي هنتكلم فيه مع احمد نجدي الفنان التشكيلي الجميل. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله استاذ عون، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام بخير الحمد لله. بدايه كده بنتكلم، انت رحت ازاي في الطريق ده، واكتشفت نفسك ازاي وعرفت انك انت موهوب في القصه دي؟ هو انا كان في يناير 2020 تمام. طبعا كنت انا متصاب، كنت قاعد في البيت وكده، فكنت كان عندي متصاب من ايه بقى؟ من الكوره. انا اصلا كنت بلعب كوره في كذا نادي، بس الحمد لله ما حصلش نصيب يعني، فما كملتش. فانا قبلها كنت متصاب، فقعد في البيت طبعا، ما بروحش الشغل بتاعي وطبعا ما بلعبش. فانا كان عندي نبذه بسيطه عن الرسم ده، يعني انا كنت بحب اجيب من على اليوتيوب اتفرج واشوف الناس بتعمل ايه. فانا عايز اوصل للمرحله دي، فبدات رسمه بسيطه، فاللي هو برضه ما عجبتنيش، فلا قلت مش هكمل. فكان في واحد برضه صاحبي كان واقف معايا، كان اسمه احمد مدحت هو، فقال لي لا تكمل واجيب لك الحاجات اللي هتبقى متاحه معاك في الحاجات في الموضوع ده، وما تقلقش انت فيك موهبه حلوه وهتكمل الموضوع. فانا كملت، بدات رسمه والثانيه والثالثه. اول رسمه بداتها كانت جميله جدا، كنت رسمت محمود كهربا لاعب النادي الاهلي. عملت له منشن على انستغرام، اخدها وحطها ستوري والله، فحسيت الموضوع بقى تمام بقى معايا. اتشجعت اول ما اخد الصوره مني وحطها عنده. فتشجعت، لا قلت ما انا هكمل الموضوع ده تاني. فكنت رسمت محمد ابو تريكه برضو، عملت له منشن بس هو ما اخدش الصوره على الانستغرام، هو بس عمل لايك وعجبته الصوره برضو. فبدات اعمل اطور من نفسي، اشوف برضو ايه الحاجات الزياده اللي بتبقى بتميز بتميزني عن اي حد بيعمل الشغل ده. فالحمد لله بدات برضو، كان في محل عندنا في البلد. على فكره يا جماعه، احمد اصلا يعني من محافظه محافظات الصعيد، احمد من بني سويف، وده وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان في مواهب كتيره جدا في كل مصر، المفروض ان احنا نسعى لها ونحاول بقدر الامكان ان احنا نساعد ان هي تظهر. فكان شافوا شغلي عجبهم، كان اول مره يعني الناس ما شافوا الرسمه واثنين وثلاثه، فعجبهم من الشغل. قالوا لي خلاص احنا عايزين اوردر هتعمله، وكل حاجه هتبقى على مزاجك. زي ما هو معروض قدامنا كده شويه شغل لحضرتك كده يا ابو حميد، ورسومات احمد المنسي. احمد منسي، انت استلهمته ايه، من المسلسل ولا من قبل؟ لا، الباك جراوند بتاعت المسلسل بتاعت الاختيار يعني. المفروض كان هو الباك جراوند دي بتاعت كهرباء الستوري على الانستجرام. فكنت انا رسمتها، دي من ضمن الصور في المحلات اللي انا كنت بقول لك عليها. دي كريستيانو رونالدو، كنت دي رسمها من حوالي اسبوعين ثلاثه، كنت اول مره ارسم بالاسلوب ده. ده شخبطه. شخبطه؟ ارسم بالشخبطه، اطلع الرسمه زي ما كانت كده قدامك. يعني كانت اول مره اعملها، وقلت لا لازم انا انفذ الفكره دي. انا شفت ناس كتير بتعملها، بس قلت انا حابب اعمل الحاجات الاضافه اللي فيها. وبالنسبه للحروف اللي موجوده، الحروف دي اللي انا بستخدمها اسمها حروف كاليجرافي، يعني حروف خط عربي بس ما بتوحش لجمله معينه. لا انا بعمل بيها مثلا ديزاين، برسم بيها اي حاجه، فبتعمل بتوحش لجمله معينه. برضه كذلك الامر برضه بالحروف الكاليجرافي دي من ضمن الرسومات اللي هي بتبقى اللي كانت في البوتيك اللي انا رسمته. البوتيك ده عندنا في الواسطه اسمه ان دي موضه، كنت عملت لهم سبع رسومات. وهم قالوا لي انت ذوقك كويس وانت رسمك جميل جدا، احنا مش هنحط حاجه معينه هنا. هنا انت كنت في معرض ولا دي في البوتيك وانا ماسك اللوحه اللي انا عملتها. ده محمود الجندي، وبرضه ضايف الحاجات اللي هي الحروف الكاليجرافي برضه، عشان ما فيش حد بيستخدم الحروف دي كتير، فانا حبيت ان اخلي الناس تتفرج عليها، حبيت الناس تشوفها. دول سته، وكان في واحده ثانيه دي في البوتيك برضه. جميل جدا. طيب انا من خلال معرفتي البسيطه وانا بحضر الحلقه كده، انت قلت لي ان في حاجه اسمها رسم فيكتور ورسم عادي. هو ايه الفرق؟
العادي اللي هو انت بترسم مثلا بفرشه، بترسم على لوحه، ورق كوشيه، الكلام ده. الفيكتور ده عباره عن بستخدم برنامج من عائله ادوبي اسمه الستريتور. طب استنى بقى، عايزك تعلق لينا على الصوره دي. احمد زكي. اه انت 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 يعني جبتها ازاي بقى؟ هي الصوره انا باخد الصوره تمام الاصليه الاوريجينال. بشوف يعني انت جبت الملامح ازاي وجبت ال... ما انا بقول لحضرتك انا باخد الصوره الاوريجينال بشوف الصوره قدامي. الحاجات الملامح دي انا اللي بضيفها بقى. الملامح والتفاصيل تاتشاتك انت يعني. انا اللي بضيفها يعني. مثلا الصوره بتبقى فيها ظل وضوء. لا انا اللي بضيف، انا اللي بحب ازود مثلا الحاجه اللي هتميزني انا. اللي هتعرف ان الصوره دي بتاعت احمد نجدي. فالصوره بتبقى قدامي عاديه، فانا بجيب الصوره بشتغل عليها، فبشوف ايه مثلا اللي هيفرق الصوره، هيخليها مثلا تلمع، فانا بخليها بضيف انا الحاجات اللي عندي سواء ضوء او بالظبط نفس البشره، نفس الـ 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 الشعر. دي برضو الصوره بتاعت حضرتك قلت لك كده، كانت الصوره اللي على الشمال دي في اول ما بدات ما كنتش لسه متمكن شويه، واللي على اليمين دي اللي هي اللي فيها كرفات اخضر دي، دي كنت خلاص بقى اللي هو انا اتمكنت من الموضوع وبدات يعني اعمل التفاصيل كويس. فكنت انا الصوره دي اللي حطيتها عنده على انستجرام، فهو شافها عمل لايك. يعني حبيت اوضح بان انا كنت شغال من فتره بالصوره اللي على الشمال، والفتره اللي انا اتمكنت فيها بالصوره اللي على اليمين. جميله جدا. محمد صلاح. محمد صلاح دي كانت اخر رسمه برضه انا رسمتها. يعني كنت راسم صوره لمحمد صلاح برضه في البدايه، ما كانتش اللي هي برضه. تحب انت تتجه للناس للمشاهير في رسمك يعني؟ بالظبط. انا كنت راسم برضه صوره لمحمد رمضان، كان في رمضان اللي فات. كان قبل رمضان ما يخلص بيومين تقريبا. فرسمتها وحطيتها ستوري، وهو شافها عملت له منشن، اخذها عنده، كان في ناس كتير شافتها وناس شكرتني على الصوره. انا اصلا ما اعرفهمش، ناس اصلا من بره من الخليج والكلام ده، بيعملوا لي ريبلاي على الصوره، جميل ما شاء الله، تسلم ايدك، ربنا يوفقك. فالموضوع حسيت برضو الموضوع برضو معايا ايه يعني، لا انا هكمل وهدوس وهجمع حاجات كتير يعني. حلو جدا. طيب هنرجع يعني للفروق ما بين الاشكال الرسم والمدارس. هو ايه اللي بيفرق الفيكتور عن باقي الفنون او باقي الفيكتور الرسوم يعني؟ اللي بيفرق الفيكتور انت يعني مهما وانا برسم الفيكتور مهما حبيت تعمل زوم للصوره، الصوره ما بتتبكسلش معاك ابدا يعني. سواء ما لو حبيت الصوره انا رسمتها تمام، انت عايز تشوف الصوره بالتفاصيل بتاعتها اكتر، فانت كل ما بتعمل زوم لا التفاصيل بتزيد اكتر يعني. التفاصيل اللي بتبقى مش موجوده مش باينه اصلا العين مش هتشوفها الا لما تزوم، لا بتظهر لك اكتر واكتر. مهما تزوم الصوره ما بتقلش الكواليتي بتاعتها. حلو جدا. انما الرسم العادي مثلا انت بتعمل التفاصيل، مثلا انت حبيت اصور الصوره وحبيت مثلا احطها على الفيس مثلا، كده كده الصوره تتبكسل معايا، فمش هشوفها كويس، مش هشوف حتى لو فيها تفاصيل حلوه مش هعرف اشوفها. فبالنسبه للرسم الفيكتور ده انا بحول مثلا الصوره، مثلا الصوره من مكان طبيعي مثلا بحولها انا بالحاجات اللي بشوفها مثلا في دماغي، الحاجات اللي بفكر بيها مثلا، بحط انا الاضافات انا زياده غير الفرق بين الطبيعه. ده اللي انا بحوله، ده الفيكتور هو بيحول لكده بالظبط. وجوده الصوره بتبقى كويسه جدا معاك يعني، فاهمني؟ طيب نصيحة أخيرة بتوجهها للشباب اللي هو يكون عنده موهبة وبيكسل، بيكون محبط، ما عندوش أمل، بيقول أنا مهما عملت محدش هيشوفني، تقول له إيه؟ لا هو اللي عنده موهبة أيا كان نوع الموهبة بقى، سواء مش رسم بس شرط. أي حاجة في الدنيا، لا ما هيقابلك ناس كتير تمام، هيقول لك أنت مش عارف، ما بتعرفش تعمل، أنت مش هتبقى كويس في الحتة دي، مش عارف إيه والكلام ده. لا أنت شايف حاجة أنت كويس فيها فهتكمل، لازم تكمل، ما تسمعش كلام من اللي يقول لك مثلا ما تكملش او لا لا، انت في حاجه في دماغك، في هدف حلو عايز تكمله. انا عايز اوصل مثلا للنقطه دي، وبعد ما اوصل للنقطه دي عايز اوصل للنقطه الاعلى منها. فانا مش مثلا مش هبص مثلا اللي احبطني مثلا، لا انا هكمل الحاجه دي، وانا حطيت في دماغي حاجه لازم انا اكملها لحد الاخر، لحد ربنا يكرمك. احنا استكمالا سعي، اجتهاد، نجري، عزيمه، اصرار، ده اللي هيوصلنا لهدفنا ان شاء الله باذن الله، على وعد ان احنا هيكون عندنا مواهب تانية كتير. احمد في زي احمد كتير جدا في مصر، ان شاء الله بنحاول نسعى ان احنا نظهر الناس على قد ما نقدر. في نهايه الفقره بنشكرك احمد نجدي، ربنا يخليك يا سلام، وان شاء الله على وعد باللقاء التاني. شرفتني. شرفتك. هنخرج لفاصل صغير وهنرجع تاني عشان نكمل باقي فقرات. نستنونا.